مشروع مكاني. مشروع بيستهدف الشباب والشابات من كل أنحاء الضفة الغربية من عمر 18 حتى 30. وهذا المشروع بيركز على تعزيز وجود بيئة آمنة وداعمة للشباب والشابات تساعدهم في تطوير دورهم الفاعل في المجتمع من خلال تعزيز منهجية بدائل العنف القائمة على تحويل القوى للفرد والمجتمع ضمن البيئة العايشين فيها. وبركز المشروع أيضاً على تحسين قدراتهم ومهاراتهم من خلال توفير فرص تعلمية وتطويرية تساهم في عملية التنمية المجتمعية المحلية والوطنية، وأيضاً تنظيم مساحات خاصة يعبر فيها الشباب عن آرائهم وأفكارهم وخبراتهم بالمواضيع التي تخص الشباب.